بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العليم. رب يسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا. رب تمن بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. انما الاعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. ثم قول المصنف: وهي العلم والقدرة والحياة. والقوة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة والفعل والتخليق والترزيق والكلام. هكذا عدد المصنف صفاته تعالى الأزلية، الذي سبقت الإشارة إليها في قوله: وله صفات أزلية قائمة بذاته تعالى، وهي لا هو ولا غيره. نعم، وهي أي صفاته الأزلية، أزلية العلم والقدرة والحياة. نعم. ثم العلم وهي صفة أزلية تنكشف المعلومات عند تعلقها بها. العلم سبق تعريفه مرة أخرى في شرح قول المصنف: وأسباب العلم ثلاثة. هناك عرف الشارح العلم صفة يتجلى بها الأمر المذكور لمن قامت به، هكذا ذكر سابقا. وهنا ذكر يعني العلم صفة أزلية تنكشف المعلومات عند تعلقها بها. ثم الفرق بين هذا العلم وذاك العلم: ذاك علم المخلوق وهذا علم الخالق. لذلك ندرك من التعريفين فرقين مهمين: وذاك صفة غير أزلية بل حادثة، وهذه صفة أزلية. ثم هناك أسباب لذلك العلم، لحصول ذلك العلم أسباب، وهنا ليست هذه الأسباب. تنكشف المعلومات عند تعلقها بها، هذه الصفة تتعلق بالمعلومات عندئذ تنكشفها. ثم القدرة هي صفة نظرية، هذا الفرق الأهم المهم بين صفته تعالى وصفة عباده، أن صفاته تعالى أزلية، وهي صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها، تؤثر عند في المقدورات، يعني القدرة صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها، يعني عند تعلق هذه الصفة بالمقدورات. هنا
علامة كستلي مصلح الدين له بيان هنا بالنسبة إلى قوله الشعري تبصر بالمقدورات عند تعلقها بها، تبصر اعلم، يقول اعلم أن للقدرة عند المحققين تعلقين، تعلق معنوي لا يترتب عليه وجود المقدور، فإذا بهذا التعلق لا يترتب عليه وجود المقدور بل تمكن القادر من إيجاده وتركه، هكذا تعلق القادر يعني المتصف بهذه القدرة يتمكن من إيجاده وتركه. وبهذا التعلق المعنوي لا يوجد المقدور، وهذا التعلق لازم للقدرة القديمة قديم بقدمها ونسبته إلى الردين على السواء. هذا هو خصوصيات هذا التعلق، يعني هو لازم للقدرة القديمة قديم، هذا تعلق قديم بقدم هذه القدرة، كذلك نسبة هذا التعلق إلى الردين إلى الإيجاد والترك على السواء. ثم تعلق آخر يترتب عليه وجود المقدور أو عدمه، القائلين بأن المعدوم مقدور عند القائلين، نعم إما وجود المقدور أو عدم المقدور يترتب عليه، فإذا كيف يكون عدم المقدور مترتبا على هذا التعلق؟ هذا ليس عند الجميع بل عند القائلين بأن المعدوم مقدور، هكذا خلاف آخر. هل المعدوم مقدور لله تعالى؟ يعني هل تعلق به قدرة الله تعالى لذلك صار معدوما أو لا؟ نعم، وهو المعبر عنه بالتوثير، يعني هذا التعلق الثاني يترتب عليه وجود المقدور يعبر عنه بالتوثير والتكوين والإيجاد ونحو ذلك. ثم هل هو حادث أو قديم؟ فيه خلاف، والأظهر أنه حادث عند حدوث المقدور. نعم، فإذا هذا شعره قال وهي صفة نزلية تؤثر بالمقدورات عند تعلقها بها. ثم صفة الثالثة الحياة، والحياة وهي صفة نزلية توجب صحة العلم، توجب صحة العلم، لا توجب العلم بل توجب صحة العلم، يعني العلم تابع للحياة. ثم والقوة وهي بمعنى القدرة، وهي بمعنى القدرة، فإذا لماذا ذكر القدرة؟ العلم والقدرة والحياة والقوة، ذكر الخيال فذكرها للتنبيه على الترادف. لماذا ذكر القدرة؟ لإفادة أن القوة والقدرة بمعنى واحد، نعم مترادفان، أو على صحة الإطلاق على الله القوي العزيز، أو لإفادة أنه يصح إطلاق اسم القدير على الله تعالى، اسم القوي على الله تعالى كما يصح إطلاق القدير على الله تعالى، إن الله قدير يطلق عليه اسم القدير، كذلك يصح إطلاق اسم القوي عليه. نعم، ثم والسمع وهي صفة تتعلق بالمسموعات، والبصر وهي صفة تتعلق بالمبصرات، فتدرك إدراكا تاما لا على سبيل التخليق التخيل والتوهم ولا على طريق
تأثير حاسة ووصول هوائن. نعم. فإذا السمع صفة تتعلق بالمسموعات، ثم البصر صفة تتعلق بالمبصرات. هكذا يذكر الشارح يعني هذه الصفات صفة، هذا تتعلق بالمسموعات، وهذه تتعلق بالمبصرات، وهذه تؤثر يعني أو تتعلق بالمقدورات. الحياة يعني صفة توجب صحة العلم، فهذا يمكن يعني وجه من التصور بالصفات. الإمام الرازي رحمه الله ذكر في موضع من تفسيره أن ذاته وصفاته، أن ذاته تعالى وصفاته لا تدرك، لا يدرك كنهها. نعم، لذلك يمكن أن نقول أن نعبر عن هذه الصفات يعني علم صفة، كذلك سمع صفة، قدرة قوة صفة، ثم التمييز يعني بالمتعلقات، هذا تتعلق بالمسموعات، تلك تتعلق بالمقدورات، هكذا فقط. نعم. ثم وبعد ذلك قال فتدرك إدراكا تاما، وهذا ليس بيانا للبصر فقط، بل هذا تدرك إدراكا تاما، هذا إلى آخره يرجع إلى السمع والبصر جميعا، كما ذكر يعني حسام الدين الإسفرايني رحمة الله عليه، وهو قال قوله والسمع وهي صفة تتعلق بالمسموعات ليس مقتصرا في بيان صفة السمع على هذا القدر، ليس هذا، بل له تتمة، ما هي؟ وهي قوله فيدرك بها إدراكا تاما، هذه نسخة كتابي فتدرك إدراكا تاما، يعني هذه الصفة السمع كذلك صفة بصر تدرك إدراكا تاما. لأي شيء تدرك؟ تدرك المسموعات، صفة السمع تدرك المسموعات، صفة البصر تدرك المبصرات، كيف تدرك؟ إدراكا تاما، لا على سبيل التخيل والتوهم، كذلك ولا على طريق تأثير حاسة ووصول هواء. إسام الدين قال فإنه من تتمة بيان السمع والبصر لا مجرد البصر يشهد به قوله ووصول هواء، تأثير حاسة ووصول هواء، هذا وصول الهواء أين يكون؟ كما سبق في تعريف قوة السمع يعني الحواس الخمس، السمع كيف تدرك؟ بوصول هواء متكيف بكيفية، هكذا ذكرنا هناك. إذن التخيل والتوهم يكون في البصر، ثم تأثير حاسة يكون فيهما، ووصول هواء هذا كلها في الخلق، أما في الخالق إدراك يكون بدون شيء من هذه الوسائط والوسائل. ثم ولا يلزم من قدمهما قدم المسموعات والمبصرات، يعني هناك اعتراض إيراد، لو كان السمع والبصر قديمين فينبغي أن تكون المسموعات قديمة وأن تكون المبصرات قديمة، فإذا يجيب عن هذا الإيراد، هذا ليس بلازم. ولا يلزم من قدمهما قدم المسموعات والمبصرات، كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدورات، لماذا؟ لأنها صفات قديمة تحدث لها تعلقات بالحوادث، يعني هذه صفات قديمة لها تعلقات حادثة، تعلق حادث. نعم. إذن عند التعلق
يكون هذه الأشياء المبصرات تكون موجودة عند التعلق على هذه المبصرات تكون موجودة عند تعلق البصر به تعلقا حادثا هكذا. نعم. والإرادة والمشيئة وهما عبارتان عن صفة في الحي توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل وكون تعلق العلم تابعا للوقوع. هذا الإرادة والمشيئة، هل هما صفة واحدة أو صفتين مختلفتين؟ فهكذا الخلاف، لكن الراجح أنهما صفة واحدة، الإرادة والمشيئة، وهما عبارتان عن صفة في الحي. يعني لو لم يكن حيا لا يكون هذه الصفة. هما عبارتان عن صفة في الحي توجب تخصيص أحد المقدورين. أحد المقدورين يعني ذكرنا أن للقدرة تعلقين، التعلق الأول هو تعلق قديم وبه يكون القادر متمكنا من إيجاده وتركه، فإذا هكذا يكون في المقدور جانبان، جانب الإيجاد وجانب الترك، فإذا هذه الصفة يعني صفة الإرادة والمشيئة توجب تخصيص أحد المقدورين. أحد المقدورين يعني إيجاد ممكن وتركه وعدمه، هذا أحد توجب في أحد الأوقات تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات. كيف هذا التخصيص؟ بأي شيء هذا التخصيص؟ تخصيص أحد المقدورين بالوقوع، نعم، مع استواء نسبة القدرة إلى الكل. ثم ذكر مع استواء نسبة القدرة إلى الكل، هذا في الحقيقة جواب الإرادة، يعني بعض نفى صفة حقيقية يطلق عليها اسم الإرادة والمشية، هم قالوا الله لله تعالى صفة القدرة فقط، ليس له صفة زائدة على القدرة، يعني هؤلاء القائلون نفوا صفة الإرادة والمشية، فإذا أجاب عن شبهتهم. يعني هنا القدرة تستوي نسبتها إلى الكل، إلى الكل يعني إلى جميع الأوقات، فإذا إلى جميع الأوقات، مثلا وجود شيء، نعم، لو وجد شيء في هذه اللحظة فإذا وجوده يعني نسبته إلى هذه اللحظة سواء مع نسبته إلى اللحظة السابقة وكذلك إلى اللحظة اللاحقة، أو يعني نسبته إلى الغد، يعني نسبة وقوعه وجوده إلى الغد كنسبته إلى وقت أمس، فإذا أي شيء خصصه بالوقوع في هذه اللحظة دون اللحظة السابقة واللاحقة، كذلك أي شيء خصص وقوعه في اليوم دون أمس ولا في غد يحتاج إلى مخصص. القدرة يعني تستوي، فإذا يحتاج إلى مخصص، ما هذا المخصص؟ هو الإرادة والمشية، نعم، إرادة الله تعالى خصصت وقوعه بهذه اللحظة، نعم، باليوم، دون أمس، دون غد، دون لحظة سابقة، دون لحظة لاحقة، نعم هكذا. وكون تعلق العلم تابعا للوقوع، ثم
مع استواء كذلك مع استواء كون تعلق العلم كون تعلق العلم أيضا مستوى كيف هذا تابعا للوقوع هو يكون تابعا للوقوع يعني لو وقع يكون تعلق العلم بدون الوقوع لا يكون تعلق العلم فإذا هذان جوابان شبهتين ليس يكفي لوقوعه في هذا الوقت صفة العلم وكذلك صفة القدرة أجاب بأن لا لا يكفي لماذا؟ هذا صفة القدرة مستوى إلى أو يعني نسبته مستوى بالنسبة إلى جميع الأوقات كذلك العلم تابع للوقوع ليس مقدما للوقوع لذلك هو أيضا لا يكفي ثم يذكر الشارح وفيما ذكر تنبيه على الرد على من زعم أن المشية قديمة والإرادة حادثة هكذا فرق بعض العلماء حادثة قائمة بذات الله تعالى هكذا رد ثم رد آخر وعلى من زعم أن معنى إرادة الله تعالى فعله أنه ليس بمكره ولا ساه ولا مغلوب ومعنى إرادته فعل غيره أنه أمر به كيف وقد أمر كل مكلف بالإيمان وسائر الواجبات ولو شاء لوقع فيما ذكر تنبيه على الرد على من زعم أن المشية قديمة من هو الزاعم والكرامية هو الذي زعم أن المشية قديمة والإرادة حادثة فإذا كيف يكون به رد بسبب أن المصنف جعلها من صفات نزلية وهي الضمير يرجع إلى الصفات النزلية من قوله وله صفات نزلية قائمة بذاته تعالى وهي لا هو ولا غيره هكذا ذكرنا فإذا الضمير من قوله وهي العلم والحياة يرجع إلى الصفات النزلية فإذا هذا أفاد أن الإرادة أيضا من الصفات النزلية ليست حادثة كما قالت الكرامية قائمة بذات الله تعالى فيه أيضا هكذا هؤلاء يعني الكرامية قالوا إرادة حادثة لكن قائمة بذاته تعالى فإذا رد عليهم المصنف بصنيعه وهذا بتعديد هذه الصفة من الصفات الأزلية القائمة بذاته تعالى ثم وعلى من زعم أن معنى إرادة الله تعالى فعله من هذا زعيم هو أبو القاسم البلخي من المعتزلة هذا هو البلخي هو من المعتزلة هو الذي زعم أن معنى إرادة الله تعالى يعني الله تعالى يريد فعله كذلك يريد فعل غيره يكون لله تعالى إرادتان يعني إما يريد فعله فعل نفسه أو يريد فعل غيره من الله من الخلق عندئذ ما معنى فعل إرادة الله ما معنى إرادة الله فعله أنه ليس بمكره هذا معناه هم يقولون هذا هذا الرجل يعني أبو القاسم البلخي المعتزلي قال أن معنى إرادة الله فعله معناه ليس أنه ليس بمكره ولا ساه ولا مغلوب هذا معنى الإرادة عنده لكن رد عليه نعم ثم ومعنى إرادته فعل غيره أنه أمر به معنى الله تعالى يريد فعل غيره مثلا يريد فعل زيد أو عمر هكذا ما معناه معناه الأمر به الأمر بهذا الفعل فإذا كيف يكون هذا ردا عليه بسبب أنه في مقابلة صفة الكلام الأمر
من يعني جملة الكلام كما سيأتي. يعني أمر نهي هكذا كل أفراد من الكلام. فإذا وهذه الصفة ذكرت في مقابلة الكلام. فإذا ما يدخل في الكلام لا يدخل في الإرادة. فإذا الأمر داخل في جملة الكلام، لذلك لا يدخل في جملة الإرادة. هكذا رد. كيف وقد أمر كل مكلف بالإيمان وسائر الواجبات ولو شاء لوقع. هذا مشيئة الله تعالى، لو شاء لوقع لكن لم يشاء لذلك لم يقع. مع الأمر يعني هو أمر، مع ذلك هل شاء لم يشاء. ثم كستلي ذكر هنا على من زعم أن المشية قديمة. زعمت الكرامية أن المشية صفة واحدة متعلقة بجميع ما شاء الله من الحوادث من حيث يحدث. أما الإرادة فمتعددة وحادثة حسب تعدد الحوادث وحدوثها. وهم يجوزون قيام الحوادث بذاته تعالى على ما سمعت من قبل. هذا دعواهم. فإذا المصنف رد عليهم بصنيعه. كذلك معنى إرادة الله فعله أنه ليس بمكره ولا ساه ولا مغلوب. ما معناه؟ والمشهور أن القول بأن معنى كونه تعالى مريدا أنه ليس بمكره ولا ساه ينسب إلى النجار في عهد قوليه، والقول بأن معنى إرادته فعل غيره أمره به ينسب إلى الكعبي، ومعنى إرادته تعالى فعل نفسه عنده علمه به، وهو المراد مما وقع في المواقف. نعم، هنا تفسير للقائلين فقط. ثم ولو شاء لوقع. لماذا؟ لقوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولقوله عليه السلام ما شاء الله كان. فإذا لو شاء ينبغي أن يكون لكن لم يكن. لماذا؟ لعدم مشيئته، ومع وجود الأمر الله تعالى أمر. فإذا المشيئة ليس أمرا. إن شاء الله باقي نقرأ فيما بعد، وآخر دعوانا.